سنحاول العودة إلى الموضوع السوري والمختفين قسريا داخل سجون النظام، وننتقل الآن إلى فلسطين، حيث استنكر الأسير الفلسطيني السابق ومدير موقع فلسطين خلف القضبان عبد الناصر فروانة، استنكر عودة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام قانون مقاتل غير شرعي بحق معتقلي قطاع غزة. وقال فروانة إن القانون مجحف وظالم ويشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني ولكافة القواعد والقوانين الإنسانية التي تتعلق بأسلوب الاعتقال والمحاكمة العادلة ومكان الاحتجاز وحقوق المعتقل والحماية الواجب توفيرها له. وبموجب قانون مقاتل غير شرعي يتم اعتقال أي شخص دون تهمة أو محاكمة بالاستناد إلى ملف سري. ما للحديث حول هذا الموضوع مدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسر الفلسطينية الأسير السابق عبد الناصر فروانة. سيد عبد الناصر فروانة، مزيد من التعريف بهذا القانون الإسرائيلي، كيف يمكن لهذا القانون أن يكون سيفا مسلطا على رقاب المعتقلين من قطاع غزة؟ نعم، بداية تحياتي لك ولكل العاملين في قناة الحوار، ومن خلالكم تحياتي إلى كل المشاهدين الكرام. هذا القانون الإسرائيلي كما تفضلت وكما نؤكد أيضا بأنه قانون ظالم ومجحف، أقر رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي عام 2002 لتبرير استمرار احتجاز الأسيرين اللبنانيين عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني دون تهمة ودون محاكمة. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أواخر عام 2005 وادعاء إسرائيل بأنها أنهت حكمها العسكري لقطاع غزة وبالتالي هي غير مسؤولة عن قطاع غزة، بدأت باستخدامه بحق معتقلي قطاع غزة بشكل فردي وبشكل جماعي، بحق المعتقلين الجدد وبحق من بعض ممن انتهت فترات محكوميتهم، وبالتالي هذا يتناقض وبشكل فاضح مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، لا سيما وانه يعتبر ممن ينطبق عليه هذا القانون بانهم فئه خارج نطاق القانون ولا تنطبق عليهم اي من الاتفاقيات الدوليه، وبالتالي لا يحق لهم المطالبه باي من الحقوق. ومنذ عام 2005 وحتى هذه اللحظه اسرائيل استخدمتهم بحق عشرات من المعتقلين على الفلسطينيين. طيب بالنسبه لهذا القانون تحديدا سيد فروانة، فيما يتعلق باتفاقيات جنيف بالنسبة للمعتقلين، ما تأثير أو ما معنى اعتبار هذا القانون أنه يجعل المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة خارج هاتين الاتفاقيتين؟ ما تأثير ذلك على معاملة وحقوق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة؟ يعني بالتأكيد هي لها تأثيرات سلبية، وهي كما قلت حينما تعتبر المعتقل مقاتل غير شرعي فهذا يعني أنه خارج يعني القانون وأن كافة الاتفاقيات الدولية لا تنطبق عليه ولا يحق له أن يطالب بأي من الحقوق التي تنص عليها المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف، وبالتالي هو يعيش في ظروف في غاية القسوة، وأن فترة احتجازه هي مفتوحة وربما تستمر إلى سنوات طويلة وإلى ما لا نهاية وفقا لهذا القانون. وهذا القانون بالمناسبة هو قانون غير دستوري وغير شرعي وغير قانوني على الإطلاق، ولا تجيزه أي من الاتفاقيات الدولية بعكس ربما الاعتقال الإداري. وكما قلت أن هي حينما تطبق بحق بعض المعتقلين من قطاع غزة لاعتبارات كثيرة، كما قلت يعني حينما انسحبت من قطاع غزة وادعت أنها أنهت حكمها العسكري وفيما بعد اعتبرت غزة هو كيان معادي وإلى آخره من الاتهامات والذرائع التي تساند إليها في استخدام هذا القانون، إنما هي بتجرد الأسير على الفلسطيني من قطاع غزة الذي يصدر قرار بحقه من كافة حقوقه، وبالتالي يعني تصبح ظروفه الاعتقالية هي في غاية الصعوبة وفي غاية القصوى. وبالرغم يعني دعني اشير ايضا الى نقطه في غايه الاهميه، وهي يعني ان اسرائيل تستخدم ربما بحق احاد من معتقلي قطاع غزه، ولكن هي في حقيقه الامر حتى الاخرين هي لم تعتبرهم مقاتلين شرعيين وتطبق عليهم الاتفاقيه الدوليه، بمعنى يعني عمليا هي تطبق هذا القانون بحق افراد ولكنها رسميا وفعليا هي تعتبر كل الاسرى الفلسطينيين هم مقاتلين غير شرعيين وترفض تطبيق الاتفاقيه الدولية بحقهم. لهذا نجد بأن الأوضاع داخل السجون هي أوضاع في غاية الصعوبة وفي غاية القسوة،
تتنافى بشكل واضح مع كل المواثيق والأعراف الدولية. طيب هل يعني تطبق هذا القانون بشكل تمييزي، يعني تطبقه على أسرى دون أسرى؟ ومن وجهة نظركم أنتم، ما هو التوصيف القانوني الذي ينطبق على الأسرى الفلسطينيين، الذي يجب أن ينطبق على الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة؟ يعني هي كما قلت هي تطبق يعني هذا القانون بحق أفراد من قطاع غزة منذ عام 2005، ومنذ أن أعلنت انتهاء حكمها العسكري، ومنذ أن ادعت بأن قطاع غزة هو كيان معادي وتحكمه منظمات بين حليلين، منظمة إرهابية وإلى آخره من الاتهامات التي تتضرع بها لشن عدوانها على قطاع غزة وعلى معتقلي قطاع غزة. وبالتالي هي في الوقت الذي تطبق بحق أفراد وتجردهم من كافة حقوقهم، هي عمليا هي تعتبر كما قلت كل المعتقلين هم أسرى أو مقاتلين غير شرعيين، وترفض تطبيق الاتفاقية الدولية بحقهم. أنا أعتقد بأن الوصف الأدق بالنسبة للمواطنين القابعين في شن الاحتلال هو الأسرى والمعتقلين وفقا للاتفاقيات الدولية. هناك من ينطبق عليهم يعني وصف أسرى حرب، وهناك من ينطبق عليهم معتقلين، وبالتالي علينا يعني أن نستخدم المصطلحين والوصفين في تصنيف هؤلاء المعتقلين، وكلا الوصفين ينطبق عليهم الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة. وبكل الأحوال كل المعتقلين، كل الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية لا تنطبق عليهم أي من الاتفاقيات وفقا للتعامل الإسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل تجردهم من كل حقوقهم التي تنص عليها اتفاقية جنيف الثالثة أو الرابعة. وبالتالي إذا أردنا لهؤلاء الأسرى والمعتقلين أن يعيشوا حياة كريمة تتوافق مع المواثيق الدولية، علينا أن نطلق حملة واسعة على المستوى الدولي والمؤسسات الدولية كي تحمي يعني اتفاقياتها ومواثيقها التي تضرب بعرض الحائط صباحا ومساء من قبل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك الأسير الفلسطيني السابق ومدير دائرة الإحصاء في وزارة الأسرى السيد عبد الناصر فروانة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.